بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. عنوان حلقتنا اليوم: التعامل مع الواقع. في واقع لا يغفل الإنسان عنه، لازم الإنسان يعيش الواقع. إذا نظر الناظر في هذا التوقيت وشاف الناس يتكلمون عن أي شيء، هتلاقي ثلاث حاجات الدنيا كلها بتتكلم عليها. مش هقول لك في محافظة معينة ولا في قرية معينة ولا في مركز معين، لا، مصر كلها تتكلم عن تلكم الثلاث أشياء. الشيء الأول قانون التصالح. خلينا أقول التعامل مع الواقع، الإعلام يتعامل إزاي مع الملف ده؟ دائما تعريف الإعلام هو صوت الشعب وعين الحاكم، السلطة الرابعة لا رقيب عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الكلمة ربما يدس الإنسان العسل في السم، يريد شيئا ظاهره الحق وباطنه الباطن. هنقول خلينا الإعلام في التعامل مع ملف التصالح إعلام معارض بالكلية، يريد إسقاط مصر، فأخذ الملف ده واتكلم عنه بطريقة هو يريد يشوه صورة مصر. لا بيدافع عن الغلابة ولا يهم أصلا الغلابة ولا باصص لمصلحة الشعب المصري على الإطلاق، هو عاوز يسقط الدولة. وللأسف كثير من الناس بيسمع ليهم، وعن نقيض تماما بتمام بعض الإعلاميين دون ذكر أسماء، كان شايف ان الدولة على حق وان الدولة يجب هذا الامر وقطع رقاب الفقراء ولازم ينفذ القانون. فواحد مؤيد بالكلية على اليمين اقصى اليمين، والتاني معارض بالكلية على اقصى الشمال. طيب فين صوت العقل يا جماعة؟ صوت العقل اللي قلنا ايه؟ احنا مع الدولة في التنظيم، معاقبة المخالف. الاسبوع الماضي لما كان معنا على الهواء مباشرة معالي المستشار نبيل الوحش، وتحدثنا عن قانون التصالح وإن إحنا بنطالب الدولة لإعادة النظر في هذا الأمر، فأنا بقول تحية شكر وتقدير لكل إنسان تحدث في برنامجه، كتب في جريدته، كتب على صفحته، تحدث مع الناس بالعقل. نريد أن يصل صوتنا للمسؤول حبا في بلادنا. وهذا الأمر كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن التفاؤل والأمل، وقلنا إن لابد إن الدولة تنظر إلى الضعفاء، تنظر إلى المساكين، تنظر إلى القرى. وبالفعل تحية شكر وتقدير الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، أولا على حديثه الجميل وثقافة الاعتذار التي هي جديدة علينا في مصر، حينما يخرج الرجل وهو رئيس وزراء مصر ويقول احنا اخطأنا. هذا شيء جديد عندنا، عمرنا ما سمعناه. وكمان الاجمل انه هو راح لفئة اللي هي اهلنا وحبايبنا في القرى والنجوع كل الارياف، وقال ان هيكون قانون التصالح على المتر 50 جنيه. شيء جميل، شيء جميل جدا جدا لما يكون كل القرى على مستوى جمهورية مصر العربية التصالح فيها 50 جنيه. لكن دي كانت هدية رئيس الوزراء، احنا عايزين هدية السيد رئيس الجمهورية لمين تاني يا جماعة غير القرى؟ احنا عندنا في المدن، يمكن في القاهرة نفسها، في اسكندرية، في كل القرى، في كل المحافظات، في المدن كلها في عشوائيات. العشوائيات يا جماعة ظروفهم لا تقل بأي حال من الأحوال إن لم تكن أسوأ من القرى. فيا ترى العشوائيات دي هتتعامل نفس معاملة المدينة، ولا السيد الرئيس يفرح الناس دي ويخرج بهدية للشعب المصري؟ تعامل الأماكن الشعبية مثل القرى. في حاجة كمان يا جماعة، الدولة مقرة ان في بعض الناس ظروفهم المادية والاجتماعية والاقتصادية تعبانة، وعشان كده الدولة أقرت ليهم معاش تكافل وكرامة، اقرار من الدولة ان الناس دي فقيرة، ان الناس دي ما عندهاش. طب يا ترى الدولة اقرت ان هم بياخدوا تكافل وكرامة وان ما عندهمش دخل وبتديهم
معاشات وان كانت قليله شهريا. ازاي ده يتصالح؟ هيجيب منين؟ حاجه ثالثه، السيد الرئيس بنتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصه، والانسان اللي بنى بيت بسيط قوي ما يتجاوزش ال 80 متر، يا ترى بالامكان نفرح الناس دي؟ منتظرين هديه السيد رئيس الجمهوريه لهؤلاء البسطاء. احنا عايشين والله يمكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بدعاهم الاحياء الشعبيه ذوي الاحتياجات الخاصه، اهلينا وحبايبنا اللي هم بياخدوا تكافل وكرامه. انسان ما عندوش بيت ولا بيتاجر ولا فكر ان يشتري البيت ده ويبيعه وهكذا، ده انسان بنى بيت ليه. طبعا شكرا لدوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على حديثه المتواضع بداية، ثم على إعلانه أن كل القرى التصالح فيها على المتر 50 جنيه. ويمكن قبل وبعد، قبل حديث رئيس الوزراء وبعد، هتلاقي فرق كتير جدا في الشارع. إن الشارع الأول كان الناس بتتكلم هنجيب، فعلا وقع الناس ما عندهاش، الناس مش معترض على الدولة ومع الدولة، بس هتجيب منين؟ بعد حديث وخطاب ومؤتمر رئيس الوزراء الوضع اختلف تماما في القرى. حتى اللي ما معاش يا جماعه بدا يتصرف، لا ولو دفعت كمان مقدم كاش في خصم 25%، يعني مش هتدفع ال 50 كامله، هتبقى في خصم على الاجمالي لو عليك 10,000 جنيه هتدفع مثلا 7,500 جنيه. فبشكر السيد رئيس الوزراء زي ما قلت على نقطتين مهمين جدا، اولا حديثه واعتذاره وثقافه جديده عندنا، الشيء الثاني ان بدا يشعر بفئه فعلا محتاجة. ويمكن برضو السيد رئيس الوزراء قال كلمة حلوة، قال احنا عندنا 4 دفعوا 1,000,000,000 جنيه، يعني الواحد منهم ما يعادل تقريبا 250 مليون، يعني سيب الضعفاء دول شوية ونركز على الحيتان. الدولة انا عارف قيادات الدولة بتصطاد الحيتان تجري بقوت الشعب المصري، ودي ملحوظة عندنا، لكن اتمنى برضو ان كل محافظ يطلع من عنده هو كده ببحث اجتماعي، او كل من كان عنده تكافل وكرامه، او كل من كان ذوي احتياجات خاصه وهو فقير. ما في ذوي احتياجات خاصه ما شاء الله اغنياء، انا بتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصه ويكون فقير، او الايتام ويكون برضه فقير، ما في ايتام ورثه ما شاء الله. فبتكلم لابد وان ينظر في امر العشوائيات، في امر الايتام الفقراء، في امر ذوي الاحتياجات الخاصه الغير قادرين، في امر كل انسان بسيط لا يستطيع أن يقوم بدفع ثمن التصالح. حاجة أخيرة بطلبها من السيد الرئيس ومن معالي دولة الوزراء ومن مسؤولين في جمهورية مصر العربية، مد فترة التصالح بدل 30/9 يحصل مد شوية. الناس داخلة على مدارس وجامعات وقانون تصالح، وأمور البلد الفترة اللي عدت 6 شهور دي ما كانش في اقتصاد عندنا شغال، معظم المصانع كانت قافلة، الناس اللي شغالة في مهن حرفية مثل نجار، مثل شغالين في البناء، في عندنا كورونا ما كانوا شغالين، وبعد كده تم وقف البناء على مستوى جمهورية مصر العربية، فالأمور متعسرة في هذه الفترة. فمناشدة، وبقول أنا بتكلم من حبي لمصر وخوفي على مصر، وأنا سعيد جدا 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 يكون عندنا حكومة تسمع من الشعب تسمع من الإعلام وتشوف كل إنسان بيكتب وتقرأ قراءة جيدة، ودي من صفات القائد الناجح إنه يسمع دائما لصوت الشعب، ولا مانع ولا حرج إنه يتغير، لأن مصلحة البلد أهم من أي شيء، خاصة كفي متربصين منتظرين يقول لك نزول يوم 20 والبلد وصلنا لحال إيه. لا، قطعنا الطريق على كل ده، وبنقول يا جماعة مصرنا كلنا مركب واحدة، لا قدر الله لو حصل فيها حاجة ولن يحدث فيها شيء بإذن الله تعالى كلنا نتضرر. شفنا البلاد كلها اللي حصل فيها ما حصل، ما حدش واقف على رجليه غير مصر. حفظ الله مصر بحفظه، ودائما مصر في رعاية الله وفي حفظ الله. طبعا كنا بنتكلم برضو على التفاؤل والأمل الأسبوع الماضي، حدث إن أصحاب المسابقات، نيابة إدارية، شهر عقاري، محكمة كلية، كل المسابقات اتصلوا علينا وقالوا برنامج مع القادة كان يتبنى هذه القضايا، ومنذ فترة ما فيش حديث، هل من جديد في المسابقات؟ فين الأمل؟ فين التفاؤل؟ عشان كده معايا على الهواء مباشرة معالي المستشار جمال محرم. السلام عليكم معالي المستشار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضرتك وعلى متابعينك يا فندم. مساء النور وأسعدتنا وشرفتنا وسلم عليك. الله يحفظك. معالي المستشار، ماذا لديك من جديد بخصوص المسابقات؟
والله هو ان شاء الله كل خير. وانا كان عندي لقاء الاسبوع الماضي مع معالي مكتب مساعد وزير العدل، تمام. وشرفت باللقاء مع معالي مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري معالي المستشار اشرف برزق، وكان الموضوع يتعلق في الجزئيه الخاصه اولا بالشهر العقاري، وتم يعني الجزم بما لا يقطع مجال للشك انه لم يتم صدور قرار بالغاء المسابقة التي تتعلق على الأقل بالشهر العقاري، وإن الأمر كله مطروح يعني على طاولة رئاسة مجلس الوزراء، لأن كنت زي ما أوضحت لسيادتك قبل كده إن الموضوع بيرتبط بوزارة المالية وتنظيم والإدارة في توفير الدرجات. معالي المستشار، يعني ما يقال عن إلغاء المسابقة لم يحدث؟ يا فندم هذا الكلام يعني يقينا لا يوجد مجال لإلغاء مسابقة، وده تمام. يمكن اوضحنا قبل كده ان الدوله يعني ما اعتقدش ان في المرحله حتى اللي احنا فيها دي تصدر قرار وترجع فيه. احنا تمام. النهارده بنتكلم على مسابقه تم الاعلان هتقدم ليها الالاف من الشباب، وده حقهم على الدوله طالما الدوله هي اللي اعلنت، وبالتالي فهذه مسؤوليه على الوزاره المعنيه بالمسابقه. تمام. وزاره العدل، خليني في حدود المقابله اللي شرفت بيها وانا بقول الاسماء وهذا الكلام واقع ويقين، قرر صراحة لم يتم إلغاء المسابقة. تمام. وبالتالي فالنهاردة وهو يمكن معالي المستشار أوضح لي أكتر أنه تقدم بطلب، الموضوع مطروح على الأوقات زي ما قلت المعالي كرئيس مجلس الوزراء والارتباط برضه بوزارة المالية والتنظيم والإدارة، وهذا الكلام صريح جدا ويطمئنه يعني، حتى لانه طبعا هي المشكله في الشباب طبعا اكيد عشان الوقت عدى، لان اكيد السن برضو من خلال نتكلم من 4 سنين فالامر اكيد يعني في مشكله لبعض الشباب، بس انا يعني اللي اراه دلوقتي ان الامر ماشي كويس، وان شاء الله باذن الله برتب ميعاد ان شاء الله يعني في رئاسه مجلس الوزراء برضو للوقوف على اخر المستجدات الخاصه برضو يعني لو كان بقى يعني الموضوع يطرح على وزارة المالية أو على التنظيم والإدارة عشان خاطر نخلص من الموضوع ده، وقلنا يعني يعلن عن النتيجة وإن شاء الله ياخدوا 10 ياخدوا 20 ياخدوا أي عدد، بس ينتهي هذا الموقف والحالة أو حالة اليأس اللي صايبة الشباب في وقت الناس كلها عندها أمل في الدولة ويعني وفي التطوير اللي بيحصل وفي التزام الدولة بقراراتها وانصياع الناس لتنفيذ هذه القرارات، فيبقى برضو على الدولة بممثلة في الوزارات التي أعلنت عن المسابقات احترام قراراتها. يعني هو معالي ده المستشار، باختصار معالي المستشار أنا مع حضرتك تماما، إن شاء الله حتى يختاروا 10 فعلا عشان لا يقال إن الدولة عملت مسابقات ورجعت فيها وهتدي مجال للبعض يتكلم عن مصر بالسوء لأغراض عندهم هم شخصيا. دكتور انا هقف مع سعادتك عند الجزئيه، انا اسف في المقاطعه بس عايز اوصل بقى لحضرتك، انا بقى الجزئيه دي بتكلم فيها بشكل حاسم شويه، ان احنا النهارده في جميع الاحوال احنا لم ولن يكون عندنا اي مآرب غير ان احنا واثقين في دولتنا واثقين في قراراتها، ولكن الدوله لازم تدي النموذج بقى ده، زي ما النهارده الدوله بتلزم المواطن بالقرارات اللي يعني بتصدرها باحترامها، يبقى برضو على الدولة لما تصدر قرار لمصلحة المواطن أو الشباب، لأن خلاص الشباب اتعلق بالمسابقة، وطالما الشباب تكبدوا من المشقة ومن التعب ومن الأموال ما يكفي، لأن في ناس كانت بتيجي من محافظات بعيدة وكانت بتبات في الشارع فعلا، يعني إزاي هذا الكلام كله يعني يلقى به يعني بلا عناء، يعني ازاي يعني لازم يكون الاهتمام يعني متبادل واحترام متبادل، الدوله عليها احترام قراراتها، اعلنت وزاره معنيه عن مسابقه وتراخت في تنفيذ الاعلان بالنتيجه حتى صدر قانون الخدمه المدنيه، لان اغلب الوزارات بتقول لك طبقا للقانون، طب ما انا مش ذنبي انك تخاذلت او تقاعست او اتاخرت لحد ما القانون صدر بشكل او باخر، نفذ مسابقتك لان انت اعلنتها في ظل قانون سابق وعين الناس، اعلن النتيجه طبقا للقانون الجديد. معالي المستشار، معالي المستشار، مش المسابقات دي كلها كانت قبل صدور قانون الخدمه المدنيه؟ يا فندم، يا فندم، ما هو القاعده القانونيه عندي وحضرتك عندي قرارات صادره من 2010 طب الخاصه بالاثار، عندي قرارات الماجستير والحاصلين على الدكتوراه اللي احنا كان يعني حتى الطعون اللي مقامه دي طعون، انا يعني يمكن في اي مرافعه وفي اي وضوح بنتكلم احنا عايزين نرتقي بشكل الموظف المصري، تمام، يعني لما بيبقى برضه حاصل على الماجستير حاصل على دكتوراه ده حقه،
تكبد من المشقه في المذاكره والعناء والمصاريف عشان ينجح ويرتقي، ومن حق ان انا يبقى الموظف اللي موجود قدامي باحث او الباحث القانوني اللي قدامي حاصل على الماجستير والدكتوراه، اكمل من المناصب النهارده يعني في وزارات مختلفه مع عذرا يعني، ولا دكتوراه ولا ماجستير. تمام، اكيد دي هتفرق. ما يبقاش فيه يعني برضو زي مكافأة من الدولة أحمس بقية الشباب إن هم يعني يحذوا نفس الحذو، بحيث إن يعني برضو يبقى فيه إثراء علمي، ويبقى الموظف اللي موجود عندي ذو ثقل علمي حتى عشان ما يبقاش فيه قرارات إدارية أو حاجة بتطلع بشكل خاطئ. تمام، ده الموضوع. لكن أنا بتكلم إن يعني ده من خلال يعني سعادتك يعني على الدولة إنهاء هذه المسابقات بشكل أو بآخر. النهارده دولة رئيس مجلس الوزراء يعني طلع يوجه للمواطنين النداءات بالاحترام للقانون، وبرضه بيصب في مصلحه المواطن. تمام، ولكن انا النهارده يبقى برضه على دوله رئيس مجلس الوزراء الاف الشباب، وهو اكيد سامع وعارف، لان انا متاكد ان جميع اجهزه الدوله بتتابع الشباب والالوف المؤلفه اللي يعني بتبكي من انتظارها لمسابقات. والناس انا بقول لسعادتك انا في ناس يعني فعلا تصعب على الواحد يعني معايا. الو، معاك معالي المستشار، مش عايز اقطع حضرتك. وكمان حاجه، معالي المستشار كمان حاجه كمان، مش عايزين نفقد انتماء الشباب للبلد. عمره ما يفقد ان شاء الله الانتماء، بس لربما حد يغذيه معلومات خاطئه ويستغل هذا الشاب. احنا ندي النموذج بقى، ندي النموذج. نعم، يعني ندي النموذج ان احنا دوله اصدرت قرار، الدوله ممثله في الوزاره، يعني الوزاره دي مش لشخص. تمام، عشان نصل لمرحله الاعلان عن المسابقه سبقها ترتيب في المفروض توفير درجات، في المفروض توفير يعني الميزانيه او وضع المبالغ او المرتبات بتاعتهم من ضمن الميزانيه. يعني اصل هو اكيد المعني بالقرار ما امشي من النوم الصبح قال انا عايز ناس، لا، لازم في دراسات اتعملت وقال صراحه يا فندم انا معالي المستشار وزير العدل قرر لي احنا محتاجين تمام موظفين. المحاكم استغاثات، يمكن السيد نقيب محامين مصر الجديد قدم استغاثات لرئاسه الجمهوريه ووزاره العدل ورئاسه مجلس الوزراء. تمام، المحاكم محتاجه موظفين. تمام، طيب يعني كل ده يبقى طالما القرار علشان نصل لمرحله الاعلان عن المسابقه، ونقول للناس من محافظات مصر كلها تيجي علشان تعمل اختبارات وتقدم اوراق، وفي الاخر نقول لهم معلش احنا في عندنا مشكله، اصل وزاره الماليه يا جماعه ده هو دوله رئيس مجلس الوزراء يتواصل مع جميع الوزارات، انهوا المسابقه دي، اعلنوا. انا بقول لحضرتك اعلن يعني نجاح 100 200 خلاص موضوع وانتهى. انا اختار عدد قليل واعدي المصداقيه ان دي وزاره مع احترام لكل وزراء مصر، مع احترام لكل وزراء مصر، يعني قل من النادر ووفي. يعني انت قلت نفذ. تمام، ليه الشباب يفضل بهذا المنظر؟ يعني الشباب صعب عليك يعني. تمام، حتى لو انا كنت بقول للشباب الحياه ما توقفش والحياه تستمر، ودوروا وخليكوا برضو شغالين، بس هم لما يجوا يقولوا هو ده مش حقنا على الدوله طالما هي اللي طلبت وانا جيت. وان كنت دفعت مبلغ بسيط 20 جنيه برضو، 20 جنيه في 1,250,000 شاب، الفلوس دي دخلت ميزانيه الدوله. ما هو بص يا فندم انا عايز اقول لك حتى الفلوس لو قسمناها على كل واحد، انا بتكلم بقى يعني الاكبر ضرر الامل والطموح اللي عند الشاب. تمام، يعني اللي لا يوازى باي فلوس. انت النهارده جيت اديتني امل ومتشدق بهذا الامل، وفي الاخر تطرحه ارضا، مستحيل. ولما مسابقه من 2016 واحنا في 2020، ومسابقات من 2010 واحنا في 2020، ومش عارفين ننفذ قرارات، يعني كلام لا يستقيم. تمام، وزي ما بقول كده العلاقه ما بين المواطن والدوله تبادليه، يعني هي مش من طرف واحد. لا طبعا، لا، طالما الدوله الزمت نفسها تنفذ التزامها. تمام، زي ما انا ملتزم تجاه الدوله باللي بتفرضه عليا، يبقى على الدوله طالما اعلنت تنفذ، وده شيء يعني شيء منطقي. يعني انا بتكلم وفي حاجه انت اللي اعلنت عنها، انت اللي اديتني الامل. يعني النهارده وزاره العدل اعلنت، لما الاقي وزاره العدل احنا تقدمنا بطلبات، وطلبات الاحاظه من اعضاء مجلس الشعب لوزير العدل فيما يخص المحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي، يعني مش هتكلم بقى على الاحكام. جميع المسابقات يا فندم، جميع المسابقات. ليه لا ننهي الموقف بشكل يعني يبقى خلاص انهينا موقف الشباب واعلنا عن النتيجه في حدود الموازنه العامه للدوله، وخلاص والموضوع بقى يقف هنا. فاللي عاوز بقى يطعن على القرار خلاص، لكن يبقى الدوله احترمت القرار. تمام، احترمت اعلان المسابقه اللي هي تكبدت فيه مشقه التجهيز للاعلان، انها تعرف الدرجات الوظيفيه اللي ناقصه، ان هي اعلنت، ان هي افرغت موظفين للاختبارات وده رايح وده جاي، وارهقت الشباب عشان ينفذ.
جاي من محافظات اخرى و من جميع محافظات. انا فاكر استخراج في ناس اوراق كانت بتبات في رسميه. الشوارع، في ناس باتت في الشوارع يا فندم. تمام. وفي الاخر اقول له اصل انا لسه 4 سنين 10 سنين، ليه؟ ليه؟ حقي. معالي المستشار جمال ولا اعرف محرم اصدم. المستشار القانوني، شكرا لحضرتك. سياده المستشار جمال محرم اتكلم كلام مهم جدا جدا. مع احترامنا لكل وزراء مصر، انت وزير ايا كنت في منصبك، وماليه، عدل، مجرد ما بتمشي يقال وزاره الماليه عملت، وزاره العدل عملت، عشان كلمه وزاره عدل مصريه ووزاره الماليه المصريه. عايزين يا جماعه زي ما معالي المستشار قال، التزام القانون من قبل المواطنين، ايضا في التزام من القانون من قبل الدوله. كمان عندنا ان الشباب يعني لما قدم كان كله امل وطموح، وتكبد مصروفات، استخراج شهاده ميلاد، استخراج مجند شهاده من الجيش، عمل توثيقات، اتكلف مبالغ، سافر من محافظات، نام في الشوارع، وكان كله امل. طب دلوقتي بعد لما الغي المسابقه على حساب مين؟ والطموحات الشباب تروح فين؟ طب ما زي معالي المستشار قال اخد منهم 10 100 ألف واعينهم، ويبقى انا فكيت اللغز ده، بدل ما يقال مصر وزاره كذا عملت مسابقه ولغتها. الحاجه الثانيه، لحد علمي وتواصل مع البعض من داخل وزاره الماليه، ان وزاره الماليه ما عندهاش اي مانع، ووزاره العدل محتاجه ما عندهاش اي مانع. عايزين بس حد يعمل يا جماعه التواصل بس مع دوله رئيس الوزراء، والامر يوصل للرئاسه، واعتقد الامر هيحل ان شاء الله يعني. بس من يتولى هذا الملف؟ انا مش هتكلم على مجلس الشعب خلاص يعني، مش هتكلم، ما ينفعش دلوقتي خلاص الكلام عن بخصوص مجلس الشعب، لكن انا بتكلم على كل مسؤول دلوقتي، وكيل وزاره، محافظ، وزير، ان يفتح الملف مره تانية ويناقش هذا الملف، ولا نفقد الامل عند الشباب، حتى لا نفقد الانتماء عند الشباب لمصر. انا لو ما عينتهوش هيروح لطريقين، يا اما يروح لمخدرات وارجع اعالجه، يا اما يروح لارهاب وارجع احاربه، والمبلغ اللي انا احاربه بيه او المبلغ اللي انا هعالج بيه ربما يكون اقل من اللي انا عينته واستفيد منه. كمان عندنا برضو حمله الماجستير والدكتوره وكل المسابقات، انا بناشد الدوله لعمل هذا. زي ما قلت في بدايه الحلقه، كان معايا سياده المستشار النبيه الوحش، واتكلمنا على قانون التصالح، وشكرنا كل من تكلم بلسانه على صفحته في برنامجه في جريدته عن قانون التصالح، وقلنا الاعلام يجب ان يكون صوت الشعب وعينه الحاكم. وبالفعل كانت مفاجاه دوله رئيس الوزراء، حديث جميل، تواضع، ثم التخفيض 50 جنيه لكل القرى على مستوى جمهوريه مصر العربيه. معي على هواء مباشره حاليا معالي المستشار نبيه الوحش. معالي المستشار، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك؟ الحمد لله. معالي المستشار، كيف رايت خطاب دوله رئيس الوزراء وهو ينزل بمبلغ التصالح في جميع قرى جمهوريه مصر العربيه الى 50 جنيه فقط للمتر؟ قبل ما اجاوبك على رؤيتي لموقف دوله الباشا رئيس الوزراء، موضوع قانون التصالح يمكن كان لي ميزه واحده فقط لا غير، انه دي رساله الى جميع المسؤولين. تمام. والى اخواننا المحترمين اللي في مجلس سيد قراره، انه قبل ما يصدروا اي قانون لازم يكون ليه دراسه وصيه. تمام. يعني رساله بوجهها لكل المسؤولين، عدم اي قرار او اي قانون قبل ما يصدر لازم يكون ليه دراسه وفيه من جميع الابعاد، اجتماعيه ونفسيه وسياسيه، انت بتخاطب شعبك، انت بتخاطب اهلك، انت بتخاطب ناسك. معالي المستشار، يمكن برضو عدم دراسه القانون ادت ان دوله رئيس الوزراء يعتذر على هواء مباشره، رغم ان هذا الاعتذار يزيد عندنا حبا. عشان كده بقول لك دي رساله لكل المسؤولين. تمام. ان يدرسوا القوانين جيدا من جميع النواحي قبل ما يصدروها. تمام. ثانيا، مع احترامي لكل اللي علق على القانون قبل ما يطلع على دوله رئيس الوزراء، للاسف رئيس الوزراء بموقفه المحترم الشجاع اظهر عورات لبعض الاعلاميين اللي كانوا بيطبلوا ويرقصوا للقانون. وكمان معالي المستشار، يعني برضو عندنا حاجه غريبه. اكمل يا استاذ رمضان. اتفضل معالي المستشار، اتفضل. واظهر عورات بعض رجال الدين، يعني لما يجي رجل دين مسؤول في الدوله ويقول لك الباني المخالف، المواطن اللي باني مخالف اشد عقوبه من القاتل، انت فيه ايه؟ انتوا ليه بتستفزوا الناس
ضد رئيس الدولة وضد الدولة. والمسجد اللي مبني على أرض مخالفة ما ينفعش فيه الصلاة. يا سيدي، لا أنا مش على المسجد كمان بالذات، يعني أنتوا يا مشايخ يا محترمين، يا مسؤولين يا أفاضل، بقالكوا كام سنة شايفين المباني المخالفة؟ ما اتكلمتوش ليه غير بعد ما صدر القانون أو بعد ما اتكلم مع عالي الرئيس؟ يا ناس عالمين يا محترمين، ما أنتوا شايفين المساجد المبنية على أرض الدولة من زمان. تمام. ما اتكلمتوش ليه إلا بعد ما اتكلم السيد الرئيس؟ أحسنت. يا سيدي، أنا مش عايز كده، أنا عايز الناس يعني في بعض الوزراء للأسف بيعملوا ضد توجهات معالي دولة رئيس السيسي. يعني لما يجي وزير يقول لك مش عاجبك سعر الكهرباء ده، روح شوف لك بلد تانية، أنت بتستعد الناس على الرئيس. وده الفعل يا معالي المستشار الواحد بيستغرب ليه، المفروض الإنسان يعمل. يا عمي أنت المفروض حلقة الوصل بين الرئيس وبين شعبه، أنت كوزير سفير بين الرئيس وبين شعبه. يعني ايه وزير يجي يقول انتوا مش عاجبكم الاسعار شوفوا بلد تانية؟ انت الرئيس لو سمع الكلام ده بنفسه ده ممكن يقيلك او يعزلك يا اخي. هما دول ايه؟ هما دول رعاية من دولة كوالالمبور؟ هما دول مش مواطنين مصريين؟ هما دول مش من دافعي الضرائب؟ هما دول مش اللي بيتحملوا المآسي كلها؟ وانا بشكر رئيس الوزراء اللي راعى الطبقة المتوسطة اللي هي العمود الفقري للدولة، لأنه أي دولة تمام. ما بيشيلوهاش الأغنياء يا أستاذ رمضان، الطبقة المتوسطة هي اللي بتشيل الدولة، الطبقة العلية والأغنياء هم بياخدوا كريمة مجهود وتعب الفقراء والبسطاء والحرفيش والدعماء. معالي المستشار برضو احنا كنا بنوجه رسالة للسيد الرئيس، أسوة بأهل القرى أهلنا وحبايبنا، يكون عندنا برضو الأحياء الشعبية وتكافل وكرامة، اللي بياخدوا تكافل وكرامة، والأيتام اللي هم غير قادرين. طبعا أنا بقول لك يعني المفروض الوزير ما يكونش إداري بس، يكون عنده حس سياسي، يعمل زي ما يعني الرئيس بيدي تكافل وكرامة وبيدي كذا وكذا، وأنت بتكره الناس فيه سواء كنت وزير أوقاف أو وزير كهرباء أو وزير معرفش تربية وتعليم أو وزير، مش كيف مش كده، مش المفروض أنتوا في منظومة سياسية بتساعد الرئيس على تثبيت أركان الدولة وبتساعد الرئيس على حب المواطنين وتساعد المواطنين على حب البلد والولاء ليه. أحسنت. مش تكرههم في البلد. معالي المستشار برضو يمكن برضو من الغريب ان في خلال اسبوعين عندنا كانت تسعيرة المرور عالية، حصل تخفيض، نفس الشيء قانون التصالح عالي وحصل تخفيض، طب من اول ليه اصلا؟ طب ما نعمل قانون صح من الاول. الله ينور عليك، فانا بقول لك دي دليل على انهم عندهم قصور. وبعدين النغمه الطالعه والسلو اللي طالع جديد دلوقتي، وطبعا ده معروف ومكشوفين. الخط فصل. يا ريت الاعداد لو يحاول مره ثانيه مع المستشار نبيل وحش. الاستاذ محمد تمام بعت نداء للسيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والساده المحافظين والساده المعنيين بامر التصالح، ارجو من سيادتكم تكوين لجنه تقصي الحالات المخالفه بالنسبه للارامل والايتام ومعدومي الدخل وعفائهم من التصالح ودعمهم من صندوق تحيا مصر. نعم الراي. اضم صوت لصوت الاستاذ محمد تمام، وبنقول مناشده لاهل الاحياء الشعبيه وذوي الاحتياجات الخاصه غير قادرين والايتام الغير قادرين واللي بياخدوا تكافل وكرامه، لان اقرار من الدوله ان هم اصلا محتاجين، فازاي ادفعهم هذه المبالغ؟ بنقول التعامل مع الواقع، احنا خلاص قانون التصالح بقى امر واقع دلوقتي حاليا، انا بدور على حلول، ان انا عايز زي ما الشعب المصري عادته دايما بيقف مع مصر في كل لحظه، واكتر ناس بتدفع الفاتوره هي الناس البسيطه، الناس الفقيره اللي هم فعلا والله ومش مبالغ فيها هم شالوا حمل مصر والتعب اللي حصل كله تحمله الفقراء في مصر اكثر من الاغنياء. الاغنياء خدوا اللي كفاهم، واللي بيدفع 250 مليون هو واخدها مليارات اصلا. لكن في رساله جات لي ان واحد بسيط بيقول لي انا ساكن في قريه وانسان تعبان، شكرا دولة رئيس الوزراء خلاها 50 جنيه. طب ما خليهاش 25 جنيه، اسوة براجل الاعمال فلان الفلاني، مش هقول اسمه طبعا. ويا عمي انا عايش في قريه الميه ما بتقطع فيها والكرامه ما تفيش. لا يا عمي، يعامل القريه دي معامله احدى المدن اللي بيضرب بها المثل واكثر اعلانات، واللي هو انه عالم وسكان تاني.
مقبول يساوينا بالمكان ده او يساوينا براجل الاعمال الكبير قوي ده وندفع 25 جنيه، لكن على كل 50 جنيه مش كتيره، 50 جنيه الكل الناس راضي عنها، بس بنطالب بس بزياده العشوائيات النظر لهم، العشوائيات وذوي الاحتياجات الخاصه الغير قادرين والايتام الغير قادرين وكل من ياخذ تكافل وكرامه، والانسان البسيط اللي بنى بيت 70 80 متر له لاولاده وفعلا ما فيش اوراق ثبوتيه او ما عندوش بالفعل، ولجنه تقصي الحقائق اللي قالها الاستاذ محمد تمام تشتغل هذا الشغل. التعامل مع الواقع، احنا ان شاء الله خلاص داخلين على شهر 10 وهتفتح عندنا المدارس وهتفتح الجامعات في ظل جائحه كورونا، كيف التعامل معهم؟ رجع لنا مره ثانيه معالي المستشار نبيل وحش. معالي المستشار معذره على المقاطعه، مع حضرتك اتفضل. انت عارف ان غاضب يا معالي الرئيس ايه؟ ان بعض اعضاء مجلس الشعب اللي طالعين في سلو جديد دلوقتي وبيقول لك احنا اللي قدمنا طلبات للساده المحافظين عشان يخفضوا موضوع الغرامات في قانون التصالح. اما هم اللي مطلعين قانون التصالح مع المشروع، هم اللي مطلعين قانون التصالح. مفيش القانون، مفيش حد فيكم حتى ثابت في مظبطه المجلس انه اعترض على القانون. كنتوا نايمين بتاكلوا رز الجبل مع الملائكه ويتمرر القانون ده وانتوا مش في وعيكم. بلاش المتاجره في ايام الانتخابات بإعلام الناس برضه، رسالة بوجهها لأعضاء الشعب، بلاش التاجروا بإعلام وأمان الفقراء. ما هو الشعب أذكى منهم معالي المستشار. إنه حتى تعترضوا على القانون ده في مظبطة مجلس الشعب، مش ضروري توافقوا ولا تعترضوا. تمام. معالي المستشار نبيل وحش، شكرا لحضرتك على هذه المداخلة. زي ما بنقول يا جماعة، داخلين على المدارس، استعداد الجامعات والمدارس، عايزين رؤية واضحة بقى، يعني بلاش القرارات العشوائية اللي نطلع قرار الصبح نلغيه آخر النهار، نبدأ بيوم السبت ونلغيه يوم الخميس، نعمله الخميس نعدل فيه لحد، لا عايزين رؤية واضحة عندنا بقى. يا ترى كده بقى الدولة تجتمع بأجهزتها ونشوف ازاي هنبدأ المدارس وعندنا رؤية واضحة. يا ترى الطلبة يروحوا يومين أكتر أقل؟ من الساعة كام للساعة كام؟ لغينا الدروس الخصوصية والسناتر وفعلا شيء جميل جدا ويحسب للدولة. طيب هي ترى يبقى في تقوية في المدارس؟ كل الرؤية دي لازم تكون عندنا واضحة من الآن، خاصة بالمدارس مع دخول واقتراب موعد المدارس والجامعات. آخر حاجة عندي في ملفي الانتخابات. أنا اتكلمنا في لقاء ماضي وقلنا كان في سلبيات زي ما في إيجابيات في انتخابات الشورى، وكانت أكثر السلبيات عدم نزول الناس، وتساءلنا يا ترى الناس ما نزلتش عن كورونا، الناس ما نزلتش الانتخابات وما نزلش غير أقل من 9 مليون من 9 مليون فقط نزلوا، يا ترى كان عشان غير أي حاجة بالنسبة للتصالح. يا ريت بس كنترول خد بس الأسئلة ونعرضها عشان بس لضيق الوقت، نعرضها على أي حد من جماعة المستشارين ونكلمه بعد الهواء على طول. بالنسبة للاستفسارات يعني المبلغ كامل كل الحاجات، أي استفسار يخص التصالح هناخده في الكنترول ونرد عليهم بعد الهواء ان شاء الله. فبقول يعني خلاص عايزين بقى نتدارك الامر، وزي ما دولة رئيس الوزراء اعترف على الهواء وقال احنا اخطأنا وده شيء جميل ويحسب ليه برضو، يا ترى اللي ادار الانتخابات الشيوخ ممكن نقعد مع نفسنا كده ونقول في كلام بيتقال في الشارع خطير جدا جدا. انا معايا الناس اللي قالت على صفحتها والناس اللي بتتكلم في الشارع، وأنا بين أمرين، لو الكلام ده حقيقي مصيبة، ولو الكلام ده مش حقيقي مصيبتين، إزاي الناس تتجرأ وتسيء لمصر؟ الكلام اللي هو إيه بقى؟ بيقول لك إن وصل سعر كرسي البرلمان في بعض المحافظات إلى 15 و20 مليون، نعم؟ عشان أجي عضو أخدم الناس أدفع 15 20 مليون؟ ليه إن شاء الله؟ أنا هعمل هجيب إزاي الفلوس دي؟ ولا في حاجة بقى مبيتة من دلوقتي حالي وتربطات؟ إذن هذا الكلام لابد ان الدوله ترد عليه وتمسك كل انسان قال الكلام ده وله ايه دليلك. ما ينفعش الكلام ده يسيء لمصر يا جماعه. انا بسال سؤال، الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ لو مش حقيقي كل انسان بيتكلم الكلام ده يتحقق معاه. ازاي تقول الكلام ده وايه مصدرك واتتبع الامر؟ فان طلع الكلام من هو فعلا غير حقيقي يحاسب هذا الامر او هذا الشخص يحاسب. طب لو طلع الكلام حقيقي بقى أين الدولة؟ يبقى إذن هذا الأمر
لابد وان فعلا يحصل في تتبع. واحد هيقول لي يعني انت ضد ترشح رجال الاعمال؟ لا والله، انا هذكر اسم انسان ما يعرفش انا اذكره وقت حاليا، ابن قريتي الحاج محمد محمود، ربنا يزيده راجل اعمال. بس والله التواضع اللي عنده، في ناس مش لاقيه تاكل هو متواضع اكتر منها. انا بيحضرني هنا القول الجميل ان الله يحب المتواضعين ويحب الغني المتواضع اشد. ان الله يحب المتواضعين وحبه للغني المتواضع اشد، ويكره المتكبرين وكره الله للفقير المتكبر اشد، زي ما بيقولوا فقر وعنتظر. فانا بقول واحد زي الحاج محمد محمود، انا مش معط، بالعكس انا سعيد ان يكون عندنا عضو مجلس الشعب هذه المواصفات والتواضع، واعتقد هيكون حمل كبير عليه جدا، لان مش هيعرف يمشي بعيد عن الناس ولا يطنش الناس او يقفل تليفونه زي ما الناس كانت بتعمل قبل كده. لكن هذا الانسان يستحق، رغم ان هو ما شاء الله ربنا يزيده، هذا الانسان وكل انسان زيه رجل اعمال ناجح، رجل اعمال متواضع، رجل اعمال ما بيلعبش بالبيضه والحجر ويلعب لمصالحه الشخصيه. لا احنا ما فيش مانع ابدا، لحسن حد يفكر ان انا ضد ترشح رجال الاعمال والاغنياء، لا ابدا بالعكس. ان الله يحب المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن الغني افضل من المؤمن الفقير، المؤمن اللي عنده علم افضل من المؤمن اللي ما عندوش علم، المؤمن اللي عنده منصب افضل من المؤمن اللي ما عندوش منصب. فتواجد رجال الاعمال، واعتقد قريه سيله كانت محرومه الفتره اللي عدت كلها من خدمات النواب. انا رايي افضل فتره لقريه سيله الفتره اللي جايه دي، احنا عندنا النائب عمرو ابو السعود في الشيوخ يعتبر ابن البلد، وعندنا الحاج محمد محمود ان شاء الله هيكون نائب ابن البلد، واعتقد ربما يكون رجل اعمال ايضا ايمن شكري ويعتبر برضه ابن سيله. فالفتره اللي جايه دي وتلك الايام نداولها بين الناس، حرمت سيله على مر العصور لم يخرج منها نائب، رغم أنها رمانة ميزان في مركز الفيوم، ظلمت سيرة إلى الآن لم يدخل فيها الصرف الصحي، إلى الآن المستشفى الوحدة الصحية متهالكة، إلى الآن مدرسة بها 4000 طالب. نادينا، ناشدنا، تكلمنا مع السيد نائب المحافظ، تكلمنا مع السيد المحافظ، تكلمنا مع الكثير، يسمع منا لكن أين التنفيذ؟ أناشد كل مسؤول، قرية سيلة وجميع القرى التي بها وحدة صحية متهالكة، لماذا السكت عنها؟ لماذا لا تقوم الدولة بعمل ترميمات أو إعادة بناء؟ أتكلم عن المدارس، لماذا لم تفتح المدارس وبناء المدارس خاصة في القرى؟ معالي دولة الوزراء، رئيس الوزراء نظر إلى القرى وخلاها 50 جنيه، السيد المحافظ، نائب المحافظ، كل مسؤول في قريته ناشد بأدب وباحترام، طالب اللي أنت عايزه من بلدك إيه؟ أنت عايز خدمات لبلدك عامة تقولها بصوت عالي وأمام الكل، انما لو عايز حاجه خاصه لا، دور لك بقى على مكان كده تتكلم بصوت واطي وانت مذلول متقطق الراس، لا تطلب مصالح خاصه، لا احنا نعلنها على الملأ، نريد الصرف الصحي. كنت في حديث واتصال هاتفي مع السيد اللواء هشام دره، وكنا له كل الحب والتقدير والاحترام، ووعدني ان الصرف الصحي في سيله قريبا اسند الاعمال وقريبا سينتهى منه، لكن انا اؤكد لماذا التوقف الان. اتكلم عن مدرسه سيله الابتدائيه، ان شاء الله في مدرسه الحاج عبد الرازق خلاه في نفس القريه اخذت الموافقات، عايزينها تخلص وتنتهي ان شاء الله. عندنا الوحده الصحيه، شكرا لكل انسان يتواصل ويسعى للخدمات عامه. وايضا اشكر مهندس محمد رمضان ومن عزبه نصار، لكن والله انا شايفه بيخدم البلد اكثر من ابناء البلد دون ان يتحدث ودون ان يتكلم. ايضا مهندسه ايمان بنت البلد، ولكن تسعى أيضا لخدمة. أنا تكلمت عنهم لأنهم لم يذكرهم أحد، وذكروا القاصي وذكروا الداني وأصحاب الشأن اللي هم بيتحركوا على علم وأنا متابع معهم، محدش بيذكرهم. يا جماعة من فضل وبركة الأمور أن ينسب الفضل لأهله. إحنا بنقول كلنا عايزين الراية ترفع، مين يرفعها مش مشكلة، بس عايزين تنفيذ، عايزين صرف صحي، عايزين مدرسة ابتدائية، عايزين وحدة صحية. في وعود، في كلام، لكن التنفيذ لابد وأن ينفذ. أنا أقول للجميع يا جماعة، وإحنا داخلين على انتخابات برلمانية، هي الناس معترضة على إيه؟ هتلاقيهم معترضين على بعض الأشخاص. طب ما ممكن نسأل نفسنا، هو بجد الأشخاص دي
الشارع غير راضي عنها؟ ربما. طب مش راضي ليه؟ في خلاف بينه وبين الشعب؟ لا. الحاجة التانية يا جماعة، وأنا هقولها وعلى مسؤوليتي الشخصية، النائب أشرف عزيز اسكندر هو ما يعرفش إن أتكلم وأقول الجزئية دي خالص. إذا ما جاش السنة دي في الفيوم خسر الشعب الفيومي نائب بامتياز. طب لو النائب أشرف عزيز ما جاش لصالح مين؟ النائب أشرف أدى اللي عليه بجد، اشتغل مع كل القرى، مش هقول كل المراكز، اشتغل مع كل القرى. لذلك عدم، أنا ما عنديش علم لسه، إذا لم يكن النائب أشرف عزيز من الاختيارات التي تقع عليها الاختيار من قبل المسؤولين، لا، في علامة استفهام. ولابد وأن يصل الصوت إلى رئاسة الجمهورية، إلى مجلس الوزراء، إلى القاصي، إلى الداني، أن شعب الفيوم، أقول شعب الفيوم بمسلميه قبل مسيحيه، مسلم ومسيحي، كل أقباط الفيوم، وكلمة قبط تعني مسلم ومسيحي، جميعهم مع النائب أشرف عزيز. وأقسم بالله لو نزل النائب أشرف عزيز اسكندر فردي ليكتاس ويكتسح كمان. فلابد أن يصل هذا الصوت يا جماعة. أنا بتكلم إن أنا عايز يخدم الناس، أنا عايز فعلا. لما قلت أنا بنسبة 100% أؤيد الحاج محمد محمود رغم ما تربطني به من صلة ومن علاقة ومن ودة، لكن والله لا أنظر إلا لمصلحة البلد. وعلمي أن الحاج محمد لو كان إن شاء الله نائب، هو نائب بإذن الله تعالى ويستحق هذا الأمر، عبء عليه ويتحمل ليل نهار كثير. معنا الأستاذ رمضان من الفيوم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك يا دكتور. الله يعزك حبيبي. الله يبارك. أنا حضرتك، إحنا من حوالي 3 سنين يعني حضرتك بتتكلم حتى على مشاكل الإفطار. من حوالي 3 سنين قلنا إن إحنا مدرجين في الخطة اللي هي الممولة من البنك الأوروبي. من الاتحاد الأوروبي، ماشي. من الاتحاد الأوروبي. تمام. ومشينا وتمينا جميع الإجراءات من موافقات الزراعة ومجالس محلية ومجلس المدينة والكلام ده كله. تمام. ورحنا مضينا العقد في مجلس المدينه مع الشركه. تمام. وكنا اول قريه قدمت ورق متكامل، ملف متكامل. تمام. لسه تركينا بتقدم عقود، احنا كنا مقدمين ملف متكامل بخرايطه بكل شيء جاهز. تمام. وكان معانا قريه اسمها الدلتاجي، شارين مع بعضينا قطعه ارض، القريه دي جنبينا على طول قريتين ملتحمين، بس هي اعلى مستوى الارض عننا بحوالي 2 متر. تمام. الارض اللي واخدينها مع بعضينا، احنا سجلنا رحت يوم بدخل قابلنا الاستشاري ان انا جاي عايز في بلتاجي جنبينا. تمام. قالوا بقول له طب فين قريه زبط؟ وحضرتك حضرت معانا ان احنا رحنا مع اللي هو هشام ضره. قعدنا مع حضرتك اتفاجئنا ان قريه زبط ما لهاش اي ورق. استاذ رمضان، قريه زبط مركز سنورس محافظه الفيوم. محافظه الفيوم تبع الوحده المحليه بتنقل الكليه. طيب استاذ رمضان، معلش معذره على المقاطعه، انا ان شاء الله بعد الهوا هيحصل تواصل مع السيد اللواء هشام ضره وتحديد موعد. احنا كنا اخذنا وعود ان محافظه الفيوم بالكليه هيبدا فيها الصرف الصحي قريبا، عايزين نوصل الى الخطه الدوله. ويمكن اللواء هشام ضره طمني وقال لي ان مفيش تدخلات، مفيش هنشيل قريه ونحط قريه، الخطه اللي عاملاها الدوله وتم الاتفاق عليها هي اللي هتنفذ. فخلينا نعرف بس الامر من اللواء هشام ضره، يمكن لو كان في وقت في الحلقه انا كنا اتصلنا عليه، خلينا الكورنترول اتصل عليه، لكن عشان نظر لضيق الوقت فيؤجل الحديث عن الصرف الصحي في محافظه الفيوم الى ان يتم مراجعه اللواء هشام ضره ومعالي الدكتور نائب المحافظ الدكتور محمد عماد واخذ تفاصيل ونعلنها ان شاء الله في برنامجنا مع القاده. فبقول ان احنا مش ضد ان الاغنياء يكونوا في البرلمان، ولا ضد رجال الأعمال يكونوا في البرلمان، لكن ضد الفاسدين، ضد اللي بيعمل لمصلحته الخاصة، ضد الإنسان اللي هو قبل ما ينجح مش عايز أقول إن بيبص راس وإيد كل واحد رايح جاي في الشارع، وبعد ما يتعدي الانتخابات وينجح كل واحد فكر يبوس إيده وعاوز يديله على دماغه، يقفل تليفونه وما تسمحش عنه حاجة خالص. يا جماعة عايزين يكون فكرنا غير، احنا بنقف مع كل انسان. اقسم بالله لو واحد قريبي داخل مجلس النواب وانا من داخلي مش مقتنع بيه ما هدي له صوتي، وما هدي صوتي الا اللي انا مقتنع بيه. وما فيش حد هيجبرك يا جماعه، حتى لو قال لك فلان قال لك ادي، انت لما بتقف ورا الستاره كده مين اللي شايفك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يا اخي ادي صوتك للي يستحق، ادي صوتك للانسان اللي هيخدم الغلابه، ادي صوتك للانسان لما تروح له الساعه 12 بالليل هيقف معاك ويجري معاك.
ما اديش صوتي للباشا اللي قاعد في مكانه بعيد عن المركز خالص وبعيد عن القريه خالص، ولا بيفكر يجيها ولا يزورها لايام الانتخابات. الى متى يضحك علينا؟ والى متى الناس هتلعب بينا؟ يا جماعه علينا عقل. خلي الناس تقول ادي لمين، وفلان يرشح فلان، وفلان يجيب فلان، كل دول لا يشغلوك. امانه بينك وبين الله، لا تعطي هذا الصوت الا لمن يستحق، حتى لو كنت عارف انه مش هينجح. يا جماعه احنا بنقول عايزين كل انسان يخدم ايا كان هو. انا لما اعلن ان انا اؤيد اللواء اشرف عزيز اسكندر، عشان ايه يا جماعه؟ لمست فيه حب الوطن، ولمست فيه خدمه الناس، والله المسلمين قبل المسيحيين. بعض المساجد اللواء اشرف عزيز اسكندر كان ربنا جعله سبب ان هو يفرشها. فمن اية كل الحاج محمد محمود بقولت لكم والله العظيم هو ما عرفنا نتكلم عنه، وانا اؤيده لان اثق فيه ومن تواضعه وعشرتي معه، انسان متواضع بمعنى الكلمه. وكل انسان يا جماعه بيحب وطنه ويحب بلده، وما يوعدش الناس ويخلف، وما ينصبش على الناس ويتكلم كلام ولا ينافسه، احنا معاه. يمكن وقتنا بيخلص، لكن معايا الاستاذ احمد اخر اتصال. السلام عليكم استاذ احمد. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا باشا اتفضل. والله حضرتك دلوقتي المجاري داخله في جرفش. تمام. جرفش دي تبع الفيوم. تمام. جرفش النورس. تمام. فالمهم دلوقتي بعد ما دخلت المجاري بيقول لك لا انت لازم تدفع فلوس على اوضه التفتيش اللي بره. طب استاذ احمد يمكن معلش التفاصيل دي صغيره، سيب لي رقمك في التليفون، رقم التليفون في الكنترول، واتواصل معاك بعد الهوا اعرف منك ايه الموضوع. انا وقتي خلص، لكن كلمه اخيره هقولها، احنا كلنا فداء مصر، وكلنا يا جماعه لما بنلاقي حاجه حلوه بنقولها وراسنا مرفوعه، ولما بنلاقي حاجه صغيره لازم احنا ننتقدها، مش عشان نظهر عيوب بلدنا، لا عشان نصلح من انفسنا. اللقاء الماضي لما كنت بتكلم عن قانون التصالح يجب التغيير ويجب التعديل، كنت بقولها من حب البلدي وخوف على بلدي. فلما يحصل هذا الامر بقول تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا. أسرة برنامج مع القادة في نهاية هذا اللقاء تقدم أحر التعازي لأسرة الزميل الإعلامي كابتن نادي الزمالك كابتن عزمي مجاهد رحمة الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا جميعا وأن يحفظ مصر بحفظه. تحيا مصر، تحيا مصر. إن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.